السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله نعمل واحد شويه ديك الكعيبات، نتمنى يا ربي يعجبكم بسم الله، وغادي نمشي لكم للمقادير باش ما نطولش عليكم. نتمنىكم تكونوا بالصحه والعافيه وعواشركم بركه. عندي هنا اربعه الزلايف كبارين معمرين الزلافه هذه، شوفوا هذه معمرين اربعه بالطحين. عندي واحد مغرفه ونص ديال كوتشره ونص ديال السكر كلاص، وفيه نص المغرفه د مسكه مسكه الحره طحنتها، وين عملت واحد نص مغرفه شويه فيها واحد شويه ديال المليحه. راه هي عندي 250 غرام ديال المنتيكي الزبده، الزبده الحيوانيه. عادي نعمل النص ديال هذا الرضومه ديال المزهر، واللي ارضمه عاديه ديال المزهر. بغيتو تعملوها كامله ما كاين حتى شي مشكل، وديك الساعه كنبقاو نكبوا الماء شويش بشويش على قبل هذه العجينه. هذه خصنا نطلعوها قصحه ان شاء الله، وبسم الله نمشيو نطلع. حبيبي ها هي العجينه ديالي، الطحين ديالي بسم الله. انا عملت الكميه كبيره شويه، غنعمل بها حاجات اخرين بسم الله. غنضيف عليها الزبيده ديالي، ها هي نسيت ما خرجتهاش وعملتها في الميكرونداس، ذوبتها واحد شويه. ها هي باقا طروفه، غير شويه اللي زعما نيتك دابلي. ودابا ان شاء الله غادي ندخل هاد الزبده كامله في هاد الطحين. هانتوما كتشوفوا، ويلا بقيت هايده غادي يجي الفيديو طويل حبيبي. ودابا عند الكاكاو كامله، ونرجع عندكم كوراسونيس حبيبي. العجينه ديالي بسبسته كامله وكبيت المزهر، غنزيد شويه حيت العجين بزاف. ها هو عملت هاد الرضومه ناقصه الربيع، ها هي. ودابا غادي نبقى نضيف الماء ديالي، غنبدا نضيف الماء شويه بشويه حيت هاد العجينه خصنا نطلعوها قاصحه شويه. حنا ماشيين معاها حتى نطلعوها ان شاء الله يا ربي. حبيبي انا جمعت العجينه ديالي، ها هي كيفاش نيه، ما خصهاش تكون خفيفه، خصها تكون قاصحه شي شويه. انا غير جمعتها شويه صافي، ما غادي ندلكها ما حتى حاجه. حبيبي من بعد ما عجنت العجينه وخليتها ترتاح واحد 4 ساعات يبقى كترتاح، عادي نعمل معكم اللوز ديالي ان شاء الله ديال الكعيبات عاديين، كيجيو بنين بزاف، ونتمنى تجربوهم ان شاء الله. عندي هنايا 700 غرام ديال اللوز، ها هو فين هو. بهاد الزلافه هادي عبرت جوج زلايف ديال اللوز، ود السكر ها هو فين هو. عندي الربع الزلافه واحد 150 غرام. بغيتو تزيدوا الحلاوه زيدوا حتى 200 غرام، ولكن انا ما غنعملهمش حلوين بزاف، غنعملهم غير هيداك تكتفى معاهم هيداك. على قبل عندي هنا واحد المغرفه كبيره ديال الميرميلاده ديال النيش، غادي نعمل معاهم باش كتجي معلكه وكيجيو بنانين وماشي حلوين بزاف. الا بغيتو تزيدوا الحلاوه تزيدوا شويه. غنعمل هنايا واحد 3 المغارف ولا حتى 4 ديال المزهر. وعندي مغرفه كبيره مقطعه هيدا حيت نسيت ما خرجتهاش، مقطعه هيدا غادي ندوبها شويه ماشي بزاف. ودابا ان شاء الله عندي الماكينه ديالي موجوده، غادي نطحن ونعجنها نوريها لكم. حبيبي انا طحنت اللوز ديالي، هانتوما كتشوفوه. خلطت النوبه الثانيه مع السكر بحال عدد الكعب ديالنا، كلشي كيعرف الكعب الغزال. طحنته عاود مره ثانيه مع السكر، ها هو فين هي. ونسيت ما قلت لكم شي، كنت عندي المغرفه منزله وما نسيت ما ذكرتها شي واحد شويه دبينيه غابره. الا بغيتو تعملوا ليكيد عملوا ليكيد، ما كاين حتى شي مشكل. دابا غادي نضيف هذا الكوفيتير هنايا، مغرفه كبيره معمره تقريبا مغرفه ونص. وعلى الزبيده عاود عملتها حيت دامت مقطعه كبيره، واقيلا اكثر من جوج مغارف ديال الزبده كتخرج ملي كتذوب هيداك. وعادي نعمل شويه ديال المزهر ونعجن. نعمل 3 المغارف ولا 4، وديك الساعه اللي بقى خصني غنزيد 1 2 3 4. الا بقى خصني وشفت العجينه ديالي ما تجمعاتيش نزيد شويه ديال المزهر، وضروري ضروري وحال قميصه ديال الملح. ها هي فين هي. ودابا باش ما يجينيش الفيديو طول حيت انا من معكم وحده اخرى، عادي نعجنها بسم الله بعدا ونرجع عندكم تشوفوها. شوفوا حبيبي العجينه بلا دلك، خليتها اكثر من 4 ساعات، شي 5 ولا 6 ساعات، وشبرتها وطلقتها هيدا وقطعتها هيدا. ودابا غادي نبدا نطلق نعمل الكعيبات ديالي ونوريهم لكم. شوفوا العجينه لا دلك لا والو،
غتجمعوه. حبيبي انا بديت كنعمل الكعيبات ديالي، عاملاهم عاديين للزواوق بزاف، لتا حاجه ساهلين اي واحد. هانتوما الكعيبه ديالي ساهله، انا غنوريها لكم. كنعمل لي واحد النقيشه في الراس، ها هي فين هي، وعملتها بالدميعه هذه. عاود هيدا ساهله حتى هي، ها هي. ودابا ان شاء الله يا ربي نوريها لكم كيفاش كنعمل ان شاء الله، باش تشوفوا لا مبتدئين ولا اللي كيعرفوا. ساهله مهله هانتو، ما نقيش غير من فوق، بغيتو ما تعملوش الكعب الغزال عادي، كيجي كيحمق. المهم اللي الدلين داخل. حبيبي بعد ما كنطلق العجينه في الماكينه ديالي، كنطلقها هنايا، والا شتا غليطه كنزيد شويه شهيده بالنوتيلا ديالي. كنشبر الحريولات ديال اللوز اللي عملنا مع بعضيتنا ديال الكعاب، حيت عملت الكعاب وعملت جوج شكيلات فيها. نزوق الطبيصل وصافي ديال العيد ان شاء الله يا ربي. واللي مساكن مع باقي ما عملوا الحلوى ديال العيد ينوض يعملها بحالي، كنتعطلوا تعطلنا. ومن هذا ولادي اللي خدام هو هذا، ما عندنا ما نعملوا. بسم الله كنلوي عليهم هيدا، والعجينه ديالي رخيه مرخيه غزاله، واخا شفتوها كيف قصحه طلعتها باللي كتبقى ترتاح بزاف، كترخى مره كترخى. دابا ان شاء الله يا ربي هانتوما كتشوفوا التعميره، عاود تبارك الله طريه 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 كتحمق. نخليو هذا على جنب هيدا، ونتقلبوا هنا عندنا ونشركوا شويه حبايبي هيدا، باش ما ترتاح لنا شي. واخا ما كنعملها لا بيض لا حتى حاجه، ما تخافوش منها، حيت هذا دائما خصو يكون تحت. ايوا كنمشي معها هيدا حبايبي، نوريكم عيب الزربه باش ما يجيش الفيديو طويل، حيت عندي ثلاثه الشكيلات ان شاء الله يا ربي. كنجي هنايا فهاد الحويشي هادي، الموس يكون طاحن، كنعمل ديك الشريطات هيدا. بسم الله نتوما قداش ما بغيتو تعملوها تعملوها. ها هي حبيبي، كنشبر لها هاد العجينه اللي مع هادي، كنشبرها هيدا ونعملها هيدا. سهله الدميعه سهله، كاين شي اللي ما كيعرفش الدميعه واقيله. شبر المنقش ديالي، بغيتو تخليوها عاديه، ها ها عاديه هيدا، بغيتو تنقشوها تعملو واحد شويه هيدا، غير دغوروها وصافي مع الحويشيات ديالها. هانتوما حبيبي، حبيبي الكعيبات ديالي يبسو، بقاو منزلين حتى كيبسو هيدا. شوف العجينه ديالو كتبدل، ودابا غنتقبو ونعملو في الفران. والدميعات ديالي ها هما فين هما، كسستو في صفر في بياض البيض، وعملتلهم شويه ديال اللوز هيدا بحال هاد الشكل هذا، كيجي منظر مزيون ولدادين بزاف. نتمنى تجربوهم، ودابا ملي طيبهم نوريهم لكم ان شاء الله بلاطو تقد. حبيبي الحليوه ديالي د الدميعه، وها الكعيبات ها هما باقيين سخونين. انا قلت لكم ما زوقتها شي بزاف، عملت لها شويه من فوق الدميعه ما شاء الله. عاود شوف كيفاش جات، الطياب ديالها ما كيكونش بزاف، نحاولوا نردوا البال حلا قبل كلش دغيا كتحرق. ونتمنى يا ربي تعجبكم، تكون عند حسن الظن ديالكم، وتشوفوها معايا في بلاطه التقديم ان شاء الله. بيبي دابا ان شاء الله غنعمل لكم الحلوه الثانيه، وحروا لود الكوكو بالقرقع بعين الجمل بالجوز. ان شاء الله يا ربي يعجبكم. ثلاثه المكونات فقط، وكتجي كتحمق حصريا على القناه ديالي، ما تجبروها حتى فشي موطع، فتشو تجورو ما تجبروها حتى في موطع. ان شاء الله يا ربي تعجبكم. وبسم الله المقادير، المقادير ضعفوهم ولا قلوهم اللي بغيتو. عندي هنايا انا 400 غرام ديال الكوكو وطحنته، خصكم تطحنوه ضروري تطحنوه. عندي هنا 300 غرام ديال الجوز، ها هو فين هو، هرمشتو شويه شي دوخ، هذا خصو يبقى هيدا هرمشتو. عندي هنايا 300 غرام ديال السكر، وعندي غادي نعمل له واحد نقيطه هيدا ديال الحامض، ونص الكاس ديال العنبه بالماء.
ويلا نمشيو لطريقه التحضير ديالها. دغيا ما كطيب فران ما حتى حاجه، هذه دغيا كتعدل. حبيبي طريقه التحضير ديال السكر عادي، تقريبا بحال قطر، هو عيط يجي تقيقل عليه شويه. غادي نعمل واحد هاد نص الليمونه صغيره، الحمضه صغيره، نعصرها هنايا هكذا، وعاد ندفع عليها هاد كاس الارب ديال العنبه حيت هذا صغير شويه هكذا، وغنخليها ملي تبدا طيب ان شاء الله غادي تشوفوها ان شاء الله. يا انتم حبايبي ملي كيبدا يغلي كنخليه 5 دقائق ولا حتى 4 دقائق حتى 5 دقائق يغلي باش السكر ديالنا ما كيبقاش مره كيذوب مره، ديك الساعه كنحيدوه. دابا 5 دقائق نحيدوه نوريه بي هالقطر ديالي. شو السر ديالي عملته بدلته هنا باش يبرد، نحركو خصنا نخليه واحد حتى يبرد شي شويه عاد نبقاو نضيفوه على الكوكو ديالنا. هانتوما عاد تشوفوا ان شاء الله. حبيبي بسم الله، الكوكو ديالي ها هو، القطره ديالي ها هو، حسيت به داب. دابا غادي نبدا نضيف شويه بشويه وانا كنخلط شويه بشويه وانا كنخلط حتى نعجنو بحال العجينه. وانا نعجنو ونرجع نعدي. بعد ما خلطت الكوكو ديالي مزيان في السيرو ديالو كنجيبو هنايا، عندي هاد البلاستيك غير دائم مطلق هنايا، وغادي نبدا نضرب عليه مزيان. خصنا فوق الجهد نضربو هذا الرولو، خصو يجي هانتوما كتشوفو، شوفو العجينه كيف معلكه. دابا غنبقى نضرب عليه نضرب عليه، غادي نجيب واقيلا المطلق وغادي نطلق مزيان باش ما يجيش يغليط وما يجيش يرقي الرولو ديالنا ان شاء الله يا ربي. انتما حبيبي جبت هذا المدلك باش يساعدني مزيان باش ما نبقاش نضرب بيدي بزاف. الرولو عملوه صغير، عملوه على جوج، كتخرج واحد الكميه زعما مزيونه الصراحه، ونحاولوا نقدوه ما يجيش في الداخل ما يجيش يغليط. هانتوما كتشوف، والقطر اللي عملت الكوكو شراب لي بزاف عملته كامل هنايا باش نفزق هذاك، عملت واحد 100 غرام السكر وجوج المغرفات الماء، وعملته باش نعمل الكركاع ديالي باش تكونوا تديو الحاجه على حقها وطريقه. انا عم تلقوا نجي نعمرو نوري لكم. حبايبي بعد ما طلقت الرولو ديالي ها هو امامكم، الكركاع ديالي ها هو، غنضيف عليه هاد اللي عملت سيرو ها هو تا هو، وعادي نحركو مزيان حتى يدخل فيه كامل، خصنا ضروري يفزك كامل ميبقاش محبب، هذا كيجي بحال داك الشكل د الطرون. هانتوما كتشوف كيف كيكون معلك. نزيد نهبط واحد النقيطه بقى. حبيبي من بعد ما طلقت الرولو ديالي مزيان هانتوما كتشوفو كيف بقى، هانتوما عملت الكركاع ثم وريت لكم كيف عملته، ونعوضو هيدا شويه ودابا ان شاء الله نلوي الرولو ديالنا. انا عملته طويل بزاف، حطتو الا بغيتو تعملو صغير عملوه، هذا كيجي هيدا غورديتو غليلط. شنو خصنا نضغطو هذا الكوكو هيدا، نضغطوه بزاف عليها باش يبقى لنا مزيون. نعلي وعاود البلاستيكه ديالنا بحال اللي كنعملو الرولو د اللحام، الرولو ديال اش ما كان. هذا كيجي هيدا غليط، بغيتو تعملوه رقيق عملوه رقيق، بغيتو تخليوه هيدا خليوه هيدا الحجم اللي بغيتو تعملو. هذا الا بغيتو تعملو كويرات كوكو وتخشيو شويه الكركاع ولا اللي بغيتو تعملو، ولكن هو الريسيتا ديالو بالكوكو بالكركاع، تعملوه وتعملو بوليطاس هيدا وتفندوه في الشوكولات والكوكو، هاو عندكم عاود الرافاييلو. حق هادي كتجي هيدا غزاله مقطعه في الطبسيل، ونمشيو معاها غير بالعقيل هيدا، وان شاء الله يا ربي نعملوها في الفريكو في المجمد. هانتوما كتشوفو نخليوها حتى تبرد ونخرجوها شويه قبل باش نقدروا نقطعوه. هانتوما كتشوفوا حبايبي الرولو ديالي، نردو هيدا باش نساويه. انا قلت لكم انا عملته كبير،
نتوما عملوا اللي قالت لكم كانه ديالكم، كل واحد عنده ذوقه يعمل به اللي بغى. المهم الريسيبا هي هذه كتشوفوها معايا. وحاجه تخريب نتوما قلوا ولا كثروا ولا اللي بغيتوا تقطعوا قطعوه عملوه ان شاء الله يا ربي. دابا ها هو هذا الرول ديالي علوه مزيان هيدا، وغادي نلوي من هنايا في الحواشي اللي كتشوفوا معايا هيدا. ومن هنا عاود هيداك، ها هو الرول ديالي حبيبي. وملي يبرد غندخلو دابا. هو تقدروا تعملوه غير في النبيره واحد 3 سوايع على 4، وديك الساعه خرجوه تقطعوه. كنعملو له الشوكولاط عاد كنقطعوه. انتما غادي تشوفوا كلشي ان شاء الله. بحق انا كنعملو في الفريغو، كنخليه واحد ربع ساعه هيداك، نص ساعه بزاف ونخرجوه وباش نعملو الشوكولاط ونقطعوه. وديك الساعه نوري لكم ان شاء الله حبيبي. بعد ما برد لي الرولو ديالي خليته في الفريغو، وملي بغيت نخرجو كنخليه على برا واحد شويه عيب باش نقدر نعمل له الشوكولا ونزينو. ها هو الرولو ديالي حبيبي. انا كنعملو هنايا حيت ما عندي حتى شي شبيكه اللي غادي يقدر يجيني فيه يقطر فوق من هذاك الشوكولا. اذا كنعمل هذا الكاغيط ديال الزبده، وقيلا قطعته صغير شي شويه، وانا خصني يجيني كامل بالشوكولا. غنعملو هيدا باش يجيني هو هذاك. كنت كنتسناه يبرد شويه باش نقدر نقطعو ونعمل له الشوكولا مزيان، كنعوضو باش يجيني مزيان. هو هذا الرولو ديالي حبيبي. ودابا عندي الشوكولا بغيتها هنايا مذيبه بواحد المغرفه ديال الزيت وغير في الميكرونداس، وعنبقى نعملها هيدا. وخصني ندخلو مع الجنيبات كاملين عملي كيهبط هيدا، حيت دابا هو بارد الشوكولا دغيا كتيبس. هاهي حبيبي، ونبقى ندخل مع الجنيبات هيدا. ما كيوقع له والو الشوكولا، ديك الساعه كنجمعوه. انا غير دابا خصني يبقى يدخل لي حتى مع القنيتات، ضروري خصني نعمل بزاف. هانتوما كتشوفوا حبيبي، وملي نسالي عاود نوريه لكم ان شاء الله. كيجي كامل مغطس في الشوكولات، الشوكولا بلانكا بيضه. دابا اللي كيهبط كنعمل له هكذا باش كيبقى كامل فيه الشوكولا، واخا من تحت مره ما يجيش ما كاين. بس الشوكولا ما عملتلاش الصراحه الحساب، الشوكولا شي 200 غرام هيداك ذوبتها غير. قطعت واحد الطرف عندي كبير وصافي وذوبتها صافي. غنخليها هيدا حبيبي، هانتوما تشوفوا بقيه التزيين. هو حبيبي ملي عملت له هذاك بيض الشوكولا بيضاء، دابا غادي نعمل له الشريطات الخطيوطات هيدا بهذا ان شاء الله. حبيبي غنتعطل بزاف عليكم، دابا ان شاء الله يربي ملي نساليه نوريه لكم. حبيبي من بعد ما بردت الحليوه ديالي عندي الرولو طويل بزاف، قطعت منه النص ودابا وزولت منه الحويشيات هيدا الشوكولا هيدا باش ما يبقاوش عايبين هيدا غير شويه شويه. ودابا غادي نقطعو ان شاء الله امامكم وتشوفوا الرولو بالكوكو كيف كيجي كيحمق. هاد الزينه اختياريه ديال الحبيبات هادو، هي في الريسيتا غير هادو الشكالاط بجوج. انا زدت هاد الحبيبات عطاها المنظر مزيون، بغينا نزينوها شي شويه. ودابا نقطع باش تشوفوا ان شاء الله معايا. بسم الله، تقطع قطع على حسب كبيره صغيره داكشي اللي كتبغيو نتوما. بسم الله انا غنقطع هيدا وشتي، خصنا نحاولوا نقطعها
وشويه. شوفوا حبيبي كيف كتجي من داخل، كتجي كتحمق، واللذه اللي فيها اللي كتعجبو الكوكو والقرقاع كيجي كيحمق. هانتوما نزيد نعاود لكم، هانتوما كتجي كتحمق. ودابا ان شاء الله غنقطعها كامله ورجعنا عندكم ان شاء الله باذن الله. حبايبي ها الشكل النهائي ديال الحليوه ديالي ديال اليوم، هاد اللوز ان شاء الله تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم. ديال القرقعه هي فين هي، بالكوكو والشوكولا كتجي كتحمق، جروها بارده سهله دغيا. والكعيبات ديالي والدميعه ها هما فين هما، نتمنى يا ربي تعجبكم ويكون عند حسن الظن ديالكم. الزواق انا قلت لكم كل واحد يزين كيما بغى، انا ديالي غير حلستهم شويه وصافي. انتما كتشوفوا بغيت تزوقوا مزيان، زوقوا كيما بغيتوا وان شاء الله يا ربي. شوف كيف كتجي هذه غزاله غزاله غزاله، جربوها كيف كتجي لذيذه 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 مع الكوكو والقرقع وديك السير، وكتجي كتحمق والله الا كتجي كتحمق. نتمنى يا ربي تجربوها وتعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم. عندي الهلال ديالي، شوفوا عندكم حتى الهلال عندي هنايا عندي شي شريط طويل باش ندلل. وانتم رمضان سعيد، ونتمنىكم ان شاء الله يا ربي تكون صمتوه مزيان وبالصحه والعافيه نتوما حبيبكم وفاميلتكم وجيرانكم وحبابكم. ونتمنى الله تعالى وتبارك يغفر لنا وليكم وجميع الامه الاسلاميه ويوزع علينا ربي هذا الوباء. واذا عجبكم الفيديو حبايبي ما تبخلوش علينا بجيم واشتراك، ونتمنى الله تعالى وسبحانه يكون عند حسن الظن ديالكم، وتزيدوا تشجعوني وشاركوا مع حبابكم وصحابكم وجيرانكم. ونتمنى على الله تعالى وتبارك نزيد القدام بفضل الله وديالكم. شكرا حبيبي اللي كيدخلوا الجداد، وشكرا القدام، ونتمنى على ربي ان شاء الله يا ربي نكون دائما عند حسن الظن ديالكم. واخا قلالو حنا ماشي نقيطه ونقيطه كيحمل الواد، حمدينا وشكريناه اللهم لك الحمد. ونتمنى على ربي كل واحد الرزياق ديالو، نتمنى على ربي يكون ما جي شي حاجه تكون زويونه ان شاء الله الناس القدام. وبيسيتو عواشركم بروكه، يدخل عليكم بالصحه والعافيه، وتعيدوا وتعاودوا ان شاء الله. وان شاء الله يا سيدي ربي سامحوا لي عندكم حالهم اخر، انا كنخدم وما كندركشي وشويش ديال المارط وشويش دايدا، وكان كنبخل عليكم بالحليوات ديال العيد. ودابا عملت واحد شويه باش نونسكم وصافي، اللي باقي مع بالحليوه وزربوا خلى اخر ساعه الحليوات. شكرا حبيبي وجزاكم الله. وبشهوه ام سليمان اللي ما جاي ان شاء الله. وما تنساوش عندي في تيك توك في فيسبوك في في انستغرام، نتمنى تدخلوا تزوروني ومرحبا بكم. وشكرا الله يرحم لكم الوالدين في هذه العواشر، وشكرا بزاف حبايبي.